روح انا الاهلي اللي جاي والحاضر، بتعجبك الاغنيه طبعا بتعجبني يا كابتن ولا شوبير. بتجسد لك ولا بتوصف لك الحاله؟ بص يا كابتن شوبير، احنا لو لخصنا النادي الاهلي فهو ماضي وحاضر ومستقبل. نعم، ماضي وحاضر ومستقبل الرياضه المصريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نعم، شيل النادي الاهلي من معادله الرياضه المصريه تحديدا، هتلاقي كل خريطه الرياضه المصريه اتغيرت. نعم، وانجازات واتحادات اتاسست وكل حاجه. يعني احنا لو جينا بنتكلم عن اول ميداليه اولمبيه حققتها مصر ذهبيه رفع الاثقال، السيد نصير 1920 اولمبياد امستردام من النادي الاهلي. طيب هنيجي اسامه كان بيتكلم في تاسيس الاتحاد المصري لكره القدم. نعم، جعفر ولي باشا رابع رئيس للنادي الاهلي. نعم، هو مؤسس الاتحاد المصري لكره القدم. طيب هنروح للطايره، اول رئيس طايره، اول رئيس للاتحاد المصري للطايره هو احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي. عندنا طبعا عزيز فهمي هو من مؤسسين الاتحاد الدولي للطايره وايضا من النادي الاهلي. عندنا في كره بس السله، عزيز فهمي كان لعيب كره في النادي الاهلي. اه طبعا كان حارس حارس مرمى، مرمى، كان حارس مرمى ده احترف طبعا على طول، على طول لقط اسم حارس المرمى. لا 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 كابتن شوبير بينافس من قبل ما يجي. لا لا ده احترف في اوروبا، هو عم مصطفى مراد فهمي على فكره كمان. عندنا في كره السله عبد المنعم وهبي، ده رئيس الاتحاد الدولي لكره السله. ده صحيح، رئيس الاتحاد الدولي لكره السله. عندنا في كره اليد دكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. اي فخر واي تاريخ، احنا بنتكلم عن نادي شايل الرياضة المصرية على كتافه حرفيا، شايل الرياضة المصرية من 1907 على كتافه. كابتن شوبير، نعم، انا بشوف ان النادي الاهلي، ودايما انا بشارك حضرتك في الجملة دي وبكون سعيد ان النادي الاهلي هو القوة الناعمة للرياضة طبعاً المصرية. طبعا انا بقول اللي عنده النادي الاهلي ويفرط في حاجة بقيمة النادي الاهلي هو عنده مشكلة كبيرة جدا. ادي الاهلي حقه. أنا بفتكر هشام الخلصي التونسي الجميل قال جملة، قال من الغباء، وهنا أنا بشوف إن هي مش شتيمة، أن تنكر على الأهلي قدره، أن أنت تقلل من النادي الأهلي وتاريخه. أنت حضرتك بتتكلم 9 مشاركات كأس العالم للأندية، مفيش فريق في مصر راح سنتر في كأس العالم للأندية، محدش سنتر. أنت بتتكلم في آخر 22 سنة. النادي الأهلي لو مش في دوري أبطال أفريقيا، إحنا كنا يا كابتن شوبير هنتحول لأضحوكة لفرق شمال افريقيا وفرق افريقيا بالكامل، لان النادي الاهلي كتب تاريخ. اخر 5 نهائيات بتحقق 4، بتحقق 4 ميداليات برونزيه في كاس العالم للانديه، بتعمل في الدوري المصري. النادي الاهلي هو كل انديه الدوري مجتمعه، النادي الاهلي اكتر من ضعفها. الزمالك 14، الاسماعيلي 3، و4 بطولات منفرده للترسانه والمحله والاولمبي والمقاولين. النادي الاهلي اكتر منهم زائد 2. بتتكلم في افريقيا، النادي الاهلي 12 بطوله، اقرب منافس مازيمبي والزمالك كل واحد 5. السوبر الافريقي نفسه، النادي الاهلي 8 سوبر افريقي، اقرب منافس 5. وصافه النادي الاهلي تاريخيا هي شرف. ان انت يكون عندك منافس زي ده وتقدر تكون وصيف تاريخي ليه، انا بشوف ان هو شرف كبير جدا. عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. وخده مني بصدر ورحب. حاضر. جميل انك بتحب النادي الاهلي، وجميل انك بتحب النادي الاهلي، انك تدافع عن النادي الاهلي، لكن هل دفاعك على النادي الاهلي معناه انك تهاجم الاخر او تقلل من شان الاخر؟ على الاطلاق. على الاطلاق. بس لما ليه الناس بتحس انه لا دايما انا بقلل من شان الاخر، انه الاخر ده مش موجود، الاخر ده ما ملوش لازمه. يا عم حلو، انت اعظم نادي في الكون، جميل وبنحب كلنا هذا الوصف يعني، لكن ما هي الضروره في الانتقاص من الاخر؟ لا، لما الاخر ينتقص مني بتضخيم حجمه لازم اوضح له ان لا، انت كده تخطيت الحجم الطبيعي والموضوعي. نقاشنا دايما طول الوقت انا وفارس هو تناول بلا تطور، الموضوعيه. تناول حلو، حلو ما حطناش عار للبرنامج. حلوه بس، حلوه دي، تناول بلا تطور. طبعا بالظبط، عجباني. اه تسلم يا كابتن. فده شعارنا على طول طول الوقت. فبالتالي بنروح للموضوعيه. انا قلت ما عندناش ادنى مشكله ان جماهير اي نادي تقول احنا اعظم جماهير في الكون، ده راي جماهير، حقهم تماما. لكن لما تيجي حتى لو راي مسؤول، حتى لو راي ونقطه ما فيهوش مشكله. لو راي ونقطه تمام. لكن خليني اقول لك ان في النهايه لما تيجي تقول لي او تشكك لي في لقب نادي القرن، هل انت كده ما بتنتقص مني؟ بتنتقص مني. طب الرد الطبيعي اقول لك لا، عند حدك، نادي القرن هو النادي الاهلي، لان الجهه المنوط بيها منح لقب نادي القرن هو النادي الاهلي.
هو الكاف والكاف منحه النادي الاهلي. فالفكره كلها هو مش مقدر حجمه بشكل طبيعي. برغم انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني. اتفضل. انا بشوف زي ما فارس بيقول الوصيف التاريخي او ما شابه، انا بشوف ان فكره ان يتحط اسمك كمنافس للنادي الاهلي لو الانديه اشتغلت عليها وسوقت فكره وهو بيقدم كده للشركات الراعيه انا منافس النادي الاهلي، انا متاكد 100% هيجيبوا حقوق رعايه اكتر من اللي بيجيبوها من الشعارات والسلوجان اللي بيتحط على القنوات او الهاشتاجات. ده اللي حاصل يا اسامه بقاله سنين بمنتهى الوضوح. ليه يا كابتن؟ احنا لما بنتكلم عن تاريخ بنتكلم عن، انا لسه سردين انا وفارس دلوقتي، الايادي البيضاء للنادي الاهلي على الرياضه المصريه، الرياضه المصريه صنع في النادي الاهلي، صنع النادي الاهلي. انا لما اكون بدفع ضريبه مش عايز اول بطوله دي، بس انا عايز الرياضه تكون مصريه مش اجنبيه، هو ده مش قدر الكبير؟ لما باجي اوقف لاعب عندي والاتحاد المصري لكره القدم اللي وكيله يكون يعني رئيس المختلط او وكيل المختلط يطالب بسفر حسين حجازي للاولمبياد وانا اقول لا، الاخلاق قبل البطوله، فيطلع فريق الاولمبياد بقياده مختار التتش اللي من وجهه نظري واخد قدر اقل من قدره بكتير. طبعا. لا اسمها ما اخدش قدره. ده حقيقي. ما اخدش قدره. ما اخدش حقه. خالص. لانه انا سمعت عن مختار التتش، وسيبوني اقول لكم شويه. اتفضل. سمعت عن مختار التتش من الكابتن صالح سليم. اه. ده هو كان بيحكي لنا. ايوه. وبعدين ده الكابتن صالح، انت عارف الكابتن صالح كان ايه؟ يعني متماسك. كابتن طارق سليم بقى لما كان يحكي لنا على مختار التتش فيعيط. من فرط اعجابه بمختار التتش، يعني مثلا وهو يقول لك كان راجل عصبي جدا، عصبي جدا وكان سريع الحركه. وكان قصير القامه لكنه كان قوي الشخصيه بشكل رهيب جدا. والكابتن يقول لك، كابتن يقول لك كنا بنترعش منه وبنعشقه، ويقول لك هو هذا الرجل اول من سن اللوائح واول من وضع طبعا القوانين واول من اسس لامور كثيره جدا. والناس مستغربه او الناس ما تعرفش، الناس متخيله انه استاذ مختار التتش وتمثال مختار التتش لانه كان رئيس النادي الاهلي. عمره ما ترأس النادي الاهلي. ده حقيقي. ده الاهم. نعم. كمان وهو لاعب، وهو نعم. لاعب لم يستطيع حسين حجازي التفوق على مختار التتش لاعب النادي الاهلي. احنا كابتن دايما بنقول ايه؟ الاهلي ما بيوقفش على حد. هل ده كلام صحيح. مرسل؟ لا مش كلام مرسل. في الفتره دي اللي فيها كان كابتن مختار التتش كان في تقريبا 30 بطوله على مدار 10 سنين لعب فيهم حسين حجازي مع اكتر من نادي، اهلي زمالك سكه حديد. النادي الاهلي لعب 15 بطولة بحسين حجازي، خد 12 من 15. لعب بدون حسين حجازي 15 بطولة، كان حجازي في فرق منافسة، مع مختار التتش خدنا 9 من 15. طب ما تخليناش نروح بعيد قوي، خلينا في القريب شوية. في القريب. وانا بتكلم انه لماذا لا يكون هناك احترام للآخر؟ طيب كابتن شوبير يعني نتكلم بصراحة. نتكلم بصراحة وانا جايبك تتكلم بصراحة. لا بالعكس نتكلم بصراحة ونوضح الأمور. لأن ناس كتير جدا بتشوف احنا تحديدا ان انتوا عندكم يعني انحياز مبالغ فيه للنادي الاهلي في مقابله تقليل من شأن المنافس للنادي الاهلي بموضوعيه. اه طبعا. والانحياز انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اه طبعا يا كابتن، انا لو ما انحزتش للنادي الاهلي في الرياضه المصريه هنحاز لمين؟ ماشي حلو. يعني انا لو عندي النادي الاهلي وما انحزتوش، انا بحب جمله عمر الشريف جدا، هو مين ده اللي يصحى يبقى عنده كيان زي النادي الاهلي وما بقاش بيشجعه ومستمتع بيه؟ اي حد تاني ليه رايه، هو حر. ولكن احنا بنتكلم عن تقليل النادي الاهلي، واحنا تعرض النادي الاهلي لحملات على مدار سنوات من الانتقاص من القاب. انا اسف يا كابتن، وصلت لحل حد ان يتقال ان بطولاته بالمحسوبيه والمجاملات على مدار فترات طويله بتتقال. وحضرتك شفت في صراع نادي القرن واللي كان حاصل، وبنقول الحمد لله الامور راحت. لا نادي القرن في حاجات، لا لا انا بتكلم في اللي حصل واللافتات يعني. انا بشوف ان يعني شيء الامور بقرارات مش بلافتات يعني. تعرضت لكل ده، وتعرضت في فتره من الفترات يعني لتجاوز ضد منظومه النادي الاهلي، وكانت الناس من اول المسؤولين كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بيتحلوا بكل الانضباط مرورا للامانه هذا يحسب ليهم بقوه، شيء تاريخي